السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد مع قناة أصالة تي في. فيديو النهاردة يا جماعة عن الرضاعة الطبيعية أو النورمال بريست فيدنج. هنتكلم النهاردة عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل وللأم كمان. يا ترى إيه هي الفوائد اللي بتعود على الطفل وبتعود كمان على الأم من الرضاعة الطبيعية؟ هنعرفه في الفيديو ده. كمان هنتكلم عن أضرار اللبن الصناعي ومشاكله بالنسبة للطفل والأم، وهنذكر بعض أخطاء الأطباء في التعامل مع هذا الأمر، ونصائح مفيدة وبعض الأدوية التي تفيد في المساعدة على الرضاعة الطبيعية قوية وآمنة، وإيه الحالات اللي ممكن الأم تستخدم فيها اللبن الصناعي كبديل عن الرضاعة الطبيعية. كل اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده فتابعونا للآخر عشان نستفاد من الفيديو بالكامل. الرضاعة الطبيعية مفيدة للأم قبل الطفل، وده اللي هنعرفه من خلال الفيديو ده. ايه هي البنفيتس او الفوائد او المزايا اللي بتعود على الام وعلى البيبي من الرضاعه الطبيعيه؟ طبعا بالنسبه للبيبي او بالنسبه للطفل، الجروث الطبيعي او النمو الطبيعي الامن والتطور الامن بالنسبه للطفل من خلال الرضاعه الطبيعيه. كمان الاميونيتي او المناعه او جهازه المناعي ان هو يبنى بشكل سليم وشكل قوي مع الرضاعه الطبيعيه. التركيز والذكاء وقدره الاستيعاب دي برضو مهمه ومن اهم المزايا للرضاعه الطبيعيه بالنسبه للطفل. كمان بالنسبه للام، الرضاعه الطبيعيه بتقلل من خطر الكانسر او الاصابه بالكانسر. مش كده وبس، ده كمان الرضاعه الطبيعيه بالنسبه للام بتساعدها في فقد الوزن. الرضاعه الطبيعيه من الحاجات اللي بتساعد في زيادة حرق الدهون. إذا من مزايا الرضاعة الطبيعية للأم كمان إنها بتساعد على الإشباع العاطفي للأم والإحساس بالحنان ناحية الطفل. كمان الرضاعة الطبيعية بتقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض وسرطان الثدي. الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم كمان بتقلل وتخفف من التوتر، إلى جانب طبعا تقليص الرحم وتسريع عملية الشفاء بعد الولادة. الرضاعة الطبيعية زي ما ذكرنا إن هي بتساعد الأم على استعادة وزنها الطبيعي، لأنها بتساعد أو بتزود من عملية الحرق. ده بالنسبة لفوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم. السلايد دي بتبين 21 خطر على الألبان الصناعية على الأطفال وعلى الأم كمان. على الأطفال مشاكل كتير طبعا، زي الحساسية والأزمة ومشاكل الالتهابات في الأذن ومشاكل الجهاز التنفسي، إلى جانب طبعا إن هي بتزود الوزن بالنسبة للطفل زيادة طبعا كأوفر ويت، كزيادة غير طبيعية. ده كله من ضمن مشاكل الألبان الصناعية بالنسبة للأطفال. كمان من الأخطار الجسيمة لألبان الأطفال إن هي ممكن تؤدي إلى الإصابة بالسكر عند الأطفال. إلى جانب طبعا التلوث اللي ممكن يحصل من الببرونة والحاجات اللي ممكن تسبب معاه مشاكل في الجهاز الهضمي والنزلات المعوية ومشاكل تانية طبعا كتير. بالنسبة للأم طبعا مشاكل ان الام ما بترضعش طبيعي، ده برضو ممكن يؤدي الى مشاكل عندها، ممكن يؤدي الى اصابه بالسكر او زياده الوزن. ممكن عدم رضاعه طبيعيه على عكس رضاعه طبيعيه. رضاعه طبيعيه بتساعد في زياده حرق، عدم الرضاعه الطبيعيه وان اللبن الطبيعي لسه موجود في داخل الام ممكن يؤدي الى زياده الوزن. كمان عدم الرضاعة الطبيعية ممكن يزود خطر الإصابة بالكانسر بالنسبة للأم، ومشاكل طبعا الدورة الدموية والجهاز الدموي والقلب والأوعية الدموية. بعض أمراض النساء طبعا عشان يعالجوا قصة الرضاعة الطبيعية أو عشان يدوا حاجات للأم عشان تزود لبن الأم، ممكن يغامروا ويكتبوا ليها أدوية خطيرة وبكميات غير عادية، كميات كدوز أعلى، كجرعة أعلى من الطبيعية في أثناء فترة الرضاعة، بحجة إن هم عايزين يزودوا اللبن بشكل كبير.
الامثله على كده على الادويه دي ان هما ممكن يدوا مثلا البريمبران او الموتينورم او الدوجماتيل وادويه تانيه كتير ليها استخدامات تانيه خالص. يعني البريمبران ده اصلا مضاد للقيء، الموتينورم دي حاجه اللي يعني بتظبط حركه الامعاء، الدوجماتيل ده قصه تانيه خالص. فالادويه اللي زي كده ملهاش دعوه بالرضاعه الطبيعيه، لكن ليها اثر جانبي ان هي ممكن تزود ادرار اللبن. فهم عشان يدوا الادويه دي عشان تزود اللبن لازم يدوها بجرعه كبيره، وده طبعا ليه مخاطر كبيره جدا طبعا على الام وعلى الطفل كمان، لان هي بعض هذه الادويه بيفرز في اللبن، فبرضه بجرعات كبيره برضه ممكن ياثر على الطفل ويسبب له مشاكل. الادويه دي اما ان يكون ليها اعراض جانبيه خطيره على الام، او ممكن تمر من خلال اللبن نفسه للطفل وتسبب له مشاكل عديده زي ما ذكرنا في السلايد اللي فاتت. استخدام الادويه الخطيره دي كمان ممكن اصلا ما يجيبش نتيجه في ادرار اللبن، يعني يبقى كده لا زودنا اللبن عند الام وكمان ضرينا الام وضرينا البيبي بدون اي داعي. طب ايه الحل للمشكلة دي بالنسبة للأطباء؟ إن هم ممكن يدوا الحاجات الآمنة، ودي هنتكلم عليها من خلال الفيديو. أطباء كتير مع كامل احترامي ليهم طبعا يجهلوا عدد كبير من النصائح اللي المفروض يدوها للأم لو كان اللبن الطبيعي بتاعهم مش كافي بالنسبة للطفل وكان في صعوبة في الرضاعة. زي ايه مثلا النصايح دي؟ زي مثلا ان الام تركز مع الطفل بكل حواسها اثناء الرضاعه وعدم الانشغال عنه نهائيا، لان عمليه الاستيميليشن بتاع الملك بالنسبه للام في اساسها عمليه ذهنيه في البدايه، من اول ما الطفل يبتدي يعيط ويبتدي الهرمونات بتاعه الام تفرز، ويبتدي بعد كده المخ يبعت اشارات ان هي تبتدي تشتغل ايه قصه الرضاعة بالنسبه للطفل. نصيحه تانية كمان ان الام عشان ترضع طبيعي واللبن بتاعها يكون كافي انها تشرب سوائل كتير وتشرب ميه كتير. برضو الحلبه من الحاجات اللي بتساعد بقوه في زياده افراز اللبن طبيعيا. يبقى شرب الميه وشرب السوائل بكثره من اهم السوائل اللي ممكن تشربها الام بالنسبه للرضاعه الطبيعيه اللي هي الحلبه، وده متعارف عليه في مجتمعنا المصري بشكل كبير وفي مجتمعنا العربي طبعا معروف ان الحلبه من الحاجات اللي بتزود اللبن عند الام. كمان تاكل منتجات تحتوي على السمسم زي الحلاوه الطحينيه، الطحينه السمسميه الى اخره. ان هي تاخد ادويه او مستحضرات صيدلانيه مكملات غذائيه، هيبقى مكتوب على الاقل كده مكملات غذائيه بس بتساعد طبعا في زياده افراز اللبن بشكل طبيعي زي الهربانه، هربانه كابسولز واللاكتوماكس وحاجات تانيه كتير. طبعا اهمهم الهربانه، الهربانه طبعا ليها حوالي تقريبا 20 سنه موجوده في الماركت المصري، ومعظم الاطباء اللي بيكتبوا حاجات زي كده بيثقوا جدا في الهربانه، يلي طبعا اللاكتوماكس. وفي برضه ادويه جديده برضه بدات تظهر يعني مقاربه في التركيب للهربانه. اذا شرب ميه كتير وسوائل، شرب الحلبه، اكل منتجات تحتوي على السمسم، تناول الهربانه او بدائله، التركيز مع الطفل بكل الحواس طبعا ده اهم حاجه، والصبر لمده اسبوع او 10 ايام او يعني من اسبوع لاسبوعين عشان نكون اكثر دقه من بعد الولاده قبل اتخاذ اي قرار بالنسبه لقرار الرضاعه الصناعيه. حتى الادويه دي اللي بتستخدم زي الهربانه او غيرها المفترض ان احنا بنديها من اسبوع لاسبوعين عشان تظهر نتائج مرضيه بالنسبه للام. دي كانت اهم النصايح اللي المفروض الام تهتم بيها والمفروض الطبيب طبعا ينصح بيها الام. في الصورة طبعا بعض الأطعمة والمشروبات اللي ممكن تزود حليب الأم زي الغرفة واليانسون والمية والجزر والشوفان والحلبة طبعا على رأس القائمة، المشمش، الجرجير إلى آخره.
فأنت ممكن ألجأ للبن الصناعي، هو ده الحالة الوحيدة اللي ممكن الأم تاخد فيها تدي فيها الطفل لبن صناعي، أو إن الطبيب ينصح الأم إن هي تدي لبن صناعي للطفل، إن يكون في مشكلة مع الأم، مشكلة مع الأم في الرضاعة الطبيعية، زي وجود عيب طبيعي عند الأم بيخلي فيه صعوبة إن الطفل يرضع من سرير الأم بشكل مناسب، فبالتالي هيبقى فيه صعوبة أصلا في الرضاعة، فالطفل مش هيستفاد من الرضاعة الطبيعية. فإذا الحالة الوحيدة دي اللي بيرخص فيها الطبيب قصة اللبن الصناعي أو يكتبه للبيبي عشان يساعد بيه في الرضاعة. دي هي الحل الوحيدة، إن يبقى فيه مشكلة عند الأم فعلا في عملية الرضاعة الطبيعية. كده فيديو النهاردة يكون خلص، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لايك وشير للفيديو عشان أكبر قدر ممكن من الناس يكون محتاجين يستفادوا منه، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم.